العليمي يستخف بمخرجات لقاء الانتقالي التشاوري، وعيدروس الزبيدي يشتري فرج البحسني. اللهم إني أسألك العون والتوفيق وسعة الصدر. أهلا بكم في شير، وهذه هي العناوين. أصبحنا أعضاء قياديين في قيادة المجلس الانتقالي، فزي ما سمعتوا بعد تعيينه نائبا لعيدروس في رئاسة الانتقالي، البحسني يهرول إلى حضرموت ليجرب مهامه الجديدة. دكتور رشاد محمد العليمي قد وقع اليوم قرارات. العليمي يوقع قرارا بتسوية أوضاع المبعدين بعد حرب 94، كيف استقبل الانتقالي الخبر؟ وإلى محافظة سقطرى، حيث دشن محافظ المحافظة رأفة الثقلي يدشن إصدار بطائق الهوية اليمنية في جزيرة سقطرى. سلم لي على الانفصال. أهلا بكم. البحسني يعود إلى حضرموت منتشيا بمنصبه الجديد. عينه عيدروس نائبا له فلم ينم من الفرح، وهرول إلى حضرموت ليجرب مهامه الحديثة. مشكلة هذا الرجل وأشباهه أن لهم ثمنا، وكل رجل له ثمن عرضة لا بد للبيع والشراء. ليس في الأمر افتراء من قريب أو بعيد على البحسني، ولا نقول هذا الكلام لا سمح الله بدون دليل. سنحكي بعد قليل يا رعاكم الله قصة قصيرة توضح ملامح شخصية هذا الذي يسمى فرجاه، واتضح أنه في حقيقة الأمر كرب وشدة. قبل هذا نسمع ما قاله عقب وصوله مطار سيئون. الجانب الثاني في إطار مهمتنا الجديدة، طبعا الآن في إطار مهمة جديدة كمان سياسية، اللي أصبحنا أعضاء قياديين في قيادة المجلس الانتقالي. فزي ما سمعتوا قبل كم يوم أنه في بيتم حضور قيادة المجلس إلى مدينة المكلف، تأخذ مشاورات، تداولات، يعني مش مشاورات، نتداول نحن وياهم النتائج والنظر للمستقبل. هنا ما أريد التأكيد عليه أن الحضارة لن يختلفوا أبدا. تقول الحكاية بعد انضمامه للمجلس الانتقالي، أقال الرئيس هادي أحمد بن بريك من منصبه كمحافظ لحضرموت. في تلك الأثناء كان فرج البحسني قائدا للمنطقة العسكرية الثانية، وحتى لا ينضم هو الآخر لكيان التمرد الانفصالي عينه هادي محافظا لحضرموت وأبقاه في منصبه القديم. اشترى هادي موقف الرجل بالمنصبين وحصة من النفط. نستفيد من القصة يا رعاكم الله أن البحسني ليس في وادي الوحدة أو الانفصال، وليس مشغولا بحضرموت من الأساس. الرجل يبحث في النهاية عن مكاسب. المهم، قلت مع الأيام قيمة الرجل السوقية، فاشتراه عيدروس بثمن بخس، اشتراه بمنصب نائب رئيس الانتقالي. اللهم إني أعوذ بك من سوء الخاتمة. مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام عن البحسني يقول: هذا الشخص لم ينفع كمحافظ، لم ينفع كقائد منطقة عسكرية، لم ينفع في مجلس القيادة حيث علق حضور الاجتماعات مع مجلس القيادة، ولم يلتفت له أحد لأنه لا يمثل أي رقم. لذلك المكان المناسب لهذا الشخص مع مجلس عيدروس، حيث يجتمع كل من فشل في العمل الحكومي والعمل الشعبي والعام. مجلس عيدروس ملتقى لمثل هؤلاء الأشخاص. البحسني الرجل الذي ألحق إلحاقا بالانتقالي ليحقق أجنداته، يريد أن يلحق حضرموت اليوم إلحاقا بمشروع عيدروس القروي. عشم إبليس بالجنة. حضرموت يقول أبناؤها ليست أنت، وليست خلفك، وليست معك. المهم
وصل الرجل إلى المحافظة متحمسا مع الانتقالي. التقى قيادة الانتقالي في المحافظة وجهها بالترتيب لانعقاد الجمعية الوطنية. يا رجل ما هذا الاندفاع؟ اتقل اتقل كما يقول المصريون. كان الحضارم قد استبشروا بوجود من يمثلهم في مجلس الرئاسة ويتبنى قضاياهم، ثم تفاجأوا بمن استبشروا به يروج للضالع ومشروع الضالع وطموحات الضالع. الآن يقول أبناء حضرموت: اشبع بالبحسن يا عيدروس، وسنبحث عمن يمثلنا من جديد. ياسين التميمي يغرد ويقول: البحسني بهذا الموقف الشاذ يؤكد أنه حصان طروادة الذي سيعبر من خلاله أصحاب المثلث إلى حضرموت، وهذه المرة عبر الثقل السياسي للبحسني الذي يستمده من كونه عضو في مجلس رئاسة الجمهورية اليمنية وليس بكونه قائد حضرمي مجمع عليه. أمين عام مرجعية قبائل حضرموت تحدث للمهرية، جمعان بن سعد اسمه، تحدث وقال إن البحسني لم يعد يمثل حضرموت في مجلس القيادة الرئاسي. لهذا العضو اللي هو فرج سلمي البحسني ان يكون لحد حضرموت. التاريخ والحضاره والعراقه والارث الكبير الذي تمتلكه. لكن حصل ما حصل واعلن اللي هو فرج البحسني عن موقفه، نحن نحترم موقفه كموقف شخصي له الحريه فيه، لكننا في ذات السياق نعتبر ان مقعد حضرموت في مجلس القياده الرئاسي اصبح شاغرا، ونحاول ونسعى لأن يتم شغل هذا المقعد بشخصية حضرمية أخرى، طالما وأن الموجود حاليا قد أعلن ولاءه للمجلس الانتقالي وأصبح إداريا تحت لواء أو عيدروس الزبيدي. لدينا اليوم درس في التربية الوطنية، درس لأنصار الانتقالي من أبناء المحافظات الشمالية والجنوبية في التربية الوطنية. خذ قلما وورقة عزيزي الحالمة بدولة جنوبية وسجل معي هذه المعلومات. تقول المادة الأولى من دستور الجمهورية اليمنية: اليمن وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها. هذا الدستور صاغته عام 81 لجنة مشتركة. لجنة ماذا؟ لجنة مشتركة من الدولتين الديمقراطية الشعبية والعربية اليمنية. وهذا الكلام لمن يقول إن الوحدة كانت خيارا أو خيارا شماليا. المعلومة التالية: تم الاستفتاء على دستور 81 في مايو من عام 91 بجميع مناطق اليمن وحصل على نسبة موافقة تجاوزت 98. المعلومة التالية: يمنع القانون الدولي الانفصال من جانب واحد، وفي حرب 94 تعامل مجلس الأمن مع الأمر على أنه نزاع داخل إطار الجمهورية اليمنية. وفقا لما سبق، الانتقالي كيان متمرد على إرادة الشعب والدستور والقانون الدولي. انتهى الدرس، أطلقوا علي الآن سفهاءكم بالشتائم على منصات التواصل. هذه حيلة ضعيف الحجة، طويل اللسان، منعدم الأدب. هذه المادة الأولى من الدستور اليمني، المادة التي لم تتغير ولم تتبدل. الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة، وهي وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها، والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والإسلامية. وهذه المادة الأولى أيضا من مسودة دستور اليمن الجديد الذي أفرزه الحوار الوطني. المادة تقول: جمهورية اليمن الاتحادية دولة اتحادية مدنية ديمقراطية عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تقوم على الإرادة الشعبية والمواطنة المتساوية وسيادة القانون، وهي مرة أخرى وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها، واليمن جزء من الأمتين العربية والإسلامية. إذن خطوات الانتقالي تخالف الدستور بوقاحة، بوقاحة تخالف الدستور، وعليه فإن أي إجراء يمكن أن يتخذ لمعاقبة هذا الكيان المتمرد هو إجراء دستوري يهدف أولا وأخيرا إلى حماية إرادة الشعب. انقلوا هذا الكلام لرشاد العليمي وشجعوه. لماذا لا يتحرك؟ يقول البعض: الرجل مغلوب على أمره، مجرد من أي قوة، وهذا بما كسبت يداه. ظل الرجل يتفرج على الانتقالي وهو يقاتل لعكبة ورفاقه في شبوة، ونخشى أن يظل يتفرج على الانتقالي وهو ينال من حضرموت اليوم. نحن إلى الآن لم نسمع بيانا من جهة رسمية أو حزب سياسي يدين تمادي الانتقالي وتصرفاته الأخيرة. أولئك الذين أقسموا على حماية الوحدة صامتون
وأحيانا متواطئون. أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكا بكتاب الله وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه. أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه. وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه. أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه. وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه. والله ما أقول شيء. بكل الأحوال ليس بمقدور الانتقالي أن يحقق الانفصال لا بطريقة شرعية وقانونية ولا بطريقة غير شرعية، لن يعترف به أحد في النهاية، حتى الإمارات هذه التي تدفع الانتقالي لتبني الدعوات الانفصالية لن تعترف به. أن تخاطر وتعترف بكيان متمرد كهذا يعني أن لا يكون لديها مشكلة في انفصال إحدى إماراتها السبع، معناه أن تواجه مساءلة قانونية وأخلاقية دولية. الإمارات تريد أن تستفيد في النهاية وانتهى الأمر. انظر معي يا رعاك الله إلى إقليم أرض الصومال. الإمارات لا تعترف به كدولة لكنها تتعامل معه وتقيم به القواعد العسكرية. هذه هي طريقة أبو ظبي، تختلف مع الدولة المركزية فتتعامل مع الانفصاليين. حدث هذا في الصومال ويحدث في اليمن. ثم من أين سيأتي الانتقالي هذا؟ أو من أين سيبني دولته المزعومة وإنتاج محافظات الجنوب مجتمعة من النفط لا تتجاوز 40%، معظمها أصلا من حضرموت التي ترفض أساسا مشروعه القروي. اطمئنوا على الوحدة. في الشرق الأوسط من مادة لعبد الناصر المودع واستفدت منها كثيرا في هذه الحلقة، يقول: يدرك كل من يعرف طبيعة الوضع في اليمن بتعقيداتها أن هذه الدولة يصعب تقسيمها، أما الدعوات الانفصالية إلى نتيجة ضعف السلطة المركزية بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء، وفي حال هزيمتهم وبناء سلطة مركزية جديدة سيكون من السهل احتواء الحركة الانفصالية في الجنوب سياسيا وعسكريا، فالدولة الواحدة في اليمن هي الصيغة الوحيدة القابلة للحياة والاستمرار، وما دون ذلك مشاريع فوضى دائمة. الانتقالي في واقع الأمر لا يعرف ما الذي يريده بالضبط. تقول له الإمارات طالب بالانفصال فيطالب بالانفصال، تقول له اهدأ هذه الفترة فيهدأ هذه الفترة، لا يدري ما الله فاعل به. الحقيقة الأمثلة على تخبطه كثيرة ومضحكة، والله يصرخ المرء ضاحكا في بعض الأحيان وهو يتصفح أخبار الانتقالي. وجدت مثلا هذا الخبر يا رعاكم الله، الانتقالي الذي يقول إنه أنجز ميثاقه الوطني للانفصال وإن دولته المنتظرة على الأبواب، الانتقالي الذي يقول هذا يحتفل قبل يومين باستئناف عمل الإصدار الآلي للوثائق الشخصية الصادرة عن الجمهورية اليمنية بسقطرى. يقول لك الخبر ماذا يقول: اطلع الثقلي على آلية العمل والخدمات المقدمة للمواطنين للحصول على الهوية الثبوتية بدلا عن الهوية اليمنية، بحثوا عن مخرج وقالوا الهوية الثبوتية. الله على الذكاء. وإلى محافظة سقطرى، حيث دشن محافظ المحافظة المهندس رأفت الثقلي اليوم استئناف عمل الإصدار الآلي للبطائق الشخصية بفرع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بالمحافظة بعد توقفها لأكثر من 8 سنوات. وطلع المحافظ الثقلي عقب التدشين على آلية العمل والخدمة المقدمة للمواطنين للحصول على الهوية الثبوتية وللتعرف على احتياجات الفرع للتطوير من نشاطه. المثال الآخر الدال على تخبط الانتقالي احتفاؤهم بماذا؟ بتوقيع رشاد العليمي قرارا يقضي بتسوية أوضاع أكثر من 50,000 من المبعدين عن وظائفهم بعد حرب 94. الآن يفترض أن أوضاع هؤلاء المبعدين ستسوى في إطار الجمهورية اليمنية، في إطار دولة الوحدة التي ينادي الانتقالي بالانفصال عنها. كيف نفهم الأمر؟ هل نحل المشاكل الحقوقية أم ستذهبون إلى الانفصال؟ هم أنفسهم لا يعرفون الإجابة. هذا سؤال أسهل، يا عيدروس الزبيدي، هل تريد أن تصبح رئيسا للجنوب أم أن تظل عضوا في مجلس أو في مجلس قيادة يحكم اليمن؟ هو نفسه لا يدري. لماذا يريد الانتقالي الأمرين معا؟ لماذا يريد العمل مع اليمن والذهاب للانفصال؟ لأنه يعرف في قرارة نفسه أن الانفصال لن يتم اليوم أو غدا، لن يتم. يقول لك دعني أجرب، والعصفور الذي في اليد يظل في اليد.
عقب جهود كبيرة ومشوار نضالي طويل من المطالبات، قال عنه المتحدث الرسمي للقوات المسلحة الجنوبية المقدم محمد النقيب أنه نتاج وثمرة من ثمار الأعمال والجهود التي بذلها الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزبيدي ونائبيه اللواء فرج البحسني والعميد المحرمي، إضافة إلى الدور الذي اطلع به المجلس الانتقالي طيلة السنوات الماضية تجاه هذه الشريحة التي قدمت للوطن الكثير وحان الانتصار لها بانتزاع حقوقها. الحقيقة ارتبك ناشطو الانتقالي بعد قرار العليمي تسوية أوضاع المبعدين، شكر بعضهم رشاد العليمي على الخطوة التي اعتبروها منصفة، آخرون شكروا أعضاء الرئاسي الجنوبيين، فئة ثالثة شكرت عيدروس الزبيدي، ثم في النهاية انتبهوا وقالوا توقفوا عن خداعنا، قضيتنا ليست حقوقية، نحن نريد الانفصال. ارتباك وجنون غير طبيعيين. القضية الجنوبية في الأساس هي قائمة في المقام الأول على حكاية الإقصاء، الآن أنتم تشاركون في الحكم. أوضاع المبعدين قال العليمي إنه سيسويها، بقية المشاكل ستحل، ما رأيكم؟ يقول لك لا، عالجوا مشكلاتنا وسنستعيد دولة الجنوب. أقول لكم بصراحة الانتقالي حافظ مش فاهم، قال له طرف خارجي طالب بالانفصال فطالب بالانفصال. خلونا نشوف التخبط. هذا أحدهم، يقول فهد الخليفة، يقول سيكون الجنوب اليوم على موعد كبير وتاريخي من الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، يقضي بعدد أكثر من 50,000 موظف جنوبي عسكريين وأمنيين الذين فصلوا بعد 94. هذا يشكر أو يشيد برشاد العليمي. في التغريدة التالية هذا اللي بعدها نايف الحدي، هذا يشكر من يشكر الانتقال، يقول بضغطنا الرئيس القائد عيدروس الزبيدي والنائبين فرج البحسني وأبو زرع المحرمي تم إصدار قرار عودة جميع المبعدين الجنوبيين من وظائفهم في عام 94. بعد هذا التخبط ظهر هاني بن بريك ليعيد توجيه البوصلة ويؤكد على توجيهات أبو ظبي في مسألة الانفصال. يقول لي أنصار الانتقالي مسألتنا ليست محصورة في تسريح موظفين بالآلاف، ولا القضية قضية حقوق مدنية ونهب خيرات، القضية وطن كامل محتل منذ 94، فلا تصحيح للقضية الجنوبية ولا فضل في إرجاع جزء من الحق ليهدأ بركان الشعب الثائر وإرسال رسائل العالم مفادها نحن نعالج القضية الجنوبية. هذه هي توجيهات الإمارات. في تحركات رشاد العليمي الأخيرة استخفاف وفق البعض بمخرجات لقاء الانتقالي التشاوري، من أين استنتجوا هذا؟ استنتجوه من التالي: بعد إعلان ميثاق الانفصال بوقت قصير خرج رشاد العليمي بصفته رئيس الجمهورية اليمنية وليس رئيس مجلس القيادة، خرج ليوقع قرارا بتسوية أوضاع المبعدين بعد حرب 94، كأن الرجل يقول لأصحاب ميثاق الانفصال اتركوا هذا الكلام الفارغ والمطالب الحقوقية ستحل. هناك أمر آخر أيضا، بعد إعلان الميثاق سيء الذكر اجتمع رشاد العليمي باللجنة الأمنية والعسكرية المكلفة بدمج كل القوات في وزارتي الدفاع والداخلية. الانتقالي يتحدث عن القوات المسلحة الجنوبية والعليمي يتابع دمج تلك القوات في وزارتي الدفاع والداخلية اليمنيتين. في الأمرين رسالة للانتقالي بحسب ناشطين مفادها توقفوا عن الاستهبال. من لقاء الانتقال أو عفوا رشاد العليمي الانتقالي، والله الانتقالي علق في اللسان، اجتمع فخامة الرئيس، يقول لك دكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة القادة العالي للقوات المسلحة برئاسة اللجنة الأمنية والعسكرية، وأشاد بماذا؟ بجهود اللجنة خلال الفترة الماضية، مؤكدا التزام المجلس بمواصلة الدعم الكامل للوفاء بمهامها بموجب ماذا؟ إعلان نقل السلطة والقوانين واللوائح العسكرية ذات الصلة. إعلان نقل السلطة الذي يقفز عليه الانتقال أو قفز عليه بالأحرى بإعلانه ميثاق الانفصال. بشكل عام هناك مآخذ كثيرة على قرار العليمي بخصوص تسوية أوضاع المبعدين في هذا التوقيت، تتعلق بماذا هذه المآخذ؟ تتعلق بمقدرة الدولة المالية على تنفيذ هذه القرارات، تتعلق أيضا بكون هؤلاء الذين سيسوي العليمي أوضاعهم هم أصلا منخرطون في التشكيلات العسكرية التي تناهض الدولة والوحدة. هذا يلخص الأمر محمد الخامري، ويقول شخصيا أرى أن تلك القرارات استحقاق قانوني للمستفيدين منها لأنهم يمنيين ظلموا ظلما فادحا، لكن الآلية خاطئة،
الوقت غير مناسب والقرارات الاقتصادية الكبرى ومنها هذا القرار غير قابل للتنفيذ الآن، أي أنها ستبقى حبر على ورق ولن يستفيد أصحابها شيئا، بل سيستخدمها الزبيدي كورقة رابحة ضد الوحدة والقيادة، سيستغلها أسوأ استغلال لجني المزيد من المكاسب المادية والسياسية. ما هي الدولة التي يريد الانتقالي أن يعود إليها؟ يريد أن يعود إلى الدولة التي رسم حدودها المستعمر ولم يتجاوز عمرها 23 سنة، دولة الوحدة التي يشارك الانتقالي في حكمها اليوم عمرها 33 سنة. يقول لك أعيدوني إلى دولة العشرين سنة، دولة العشرين عاما هذه لم يهدأ لها بال، حروب، صراعات، اغتيالات، تصفيات إلى آخره. جاءت الوحدة وأنقذت قبل أي شيء آخر أولئك المتقاتلين من أنفسهم. المهم الانتقالي يريد أن يعود اليوم إلى الوراء، وكل عودة إلى الوراء تجلب معها عودة أخرى إلى الوراء. دعوات الانتقالي ستشجع على عودة السلطنات والمشيخات من جديد، ستطالب كل منطقة بالاستقلال، سيعود الاقتتال وسيحصل عيدروس في أفضل الأحوال على الضالع. طبعا هذا سيناريو متخيل، الانفصال لن يتحقق بطبيعة الحال. عامر الدميني يقول وصول السلطان اسكندر آل هرهرة سلطان يافع بني مالك السابق إلى يافع، من الواضح أن الوضع في عدن لا يعود فقط إلى ما قبل 90 بل إلى ما قبل 67، اجتمعت أذناب محلية واستعمار خارجي وتواطؤ إقليمي. لا يحق لأبناء المحافظات الجنوبية وحدهم إذن وإن باستفتاء أن يقرروا الانفصال، ولا يحق لأبناء المحافظات الجنوبية وحدهم وإن باستفتاء أن يقرروا الانفصال، ولا يحق لأبناء المحافظات الشمالية والجنوبية أن يقرروا الانفصال وإن إلا باستفتاء شعبي كامل. إن حدث هذا يوما ما سيقول الشعب كله عدا مرتزقة الخارج إنهم مع بقاء الوحدة إلى الأبد. نهاية هذه الحلقة من شير، لا نلقاكم في الحلقة القادمة، دمتم في رعاية الله.